أكيد أما هلأ يعني. لي بننتقل لفقرتنا التالية، لأنه النساء لهم حصة كبيرة دائما برحلتنا الصباحية. بدنا نحكي اليوم عن تصميم الأزياء وقديش يمكن سيدة بتحب تطلع بأجمل إطلالة، لكن بعض التفاصيل يمكن إلى خصوصية عند النساء وممكن تضيف لمسة خاصة، مثل نحكي الرسم على القماش. يمكن أي فستان ممكن نشوفه كتير جميل، لكن برسمة بسيطة أو ديزاين بسيط بتلاقي بيعطي إطلالة سحرية ولافتة للصبية. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا المصمم عبود إبراهيم آغا. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم بالخير ومعطر بعبق ياسمين الشام. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. يعني أكيد الديزاين بشكل عام هو فن، بيكون يعني من الصغر موجود عند كل حدا هو بروفيشنال بقصة الديزاينات. خلينا نحكي إمتى بلشت من أنت وصغير، إمتى حسيت ميولك إلى التصاميم أكثر يمكن من الرسم على الورق؟ مثل ما تفضلتي، هو تصميم أزياء هو مو فقط مهنة، يعني هو عبارة عن فن وموهبة. صحيح. تنشأ مع المصمم من الصغر. فأنا ابتديت من طفولتي بموهبة الرسم، اللي كنت أحب الألوان، عندي عشق للألوان وشغف للألوان، وكنت أحب دائما من صغري ركب شغلات على القماش على الألوان. وهو الملهم لي كان هو عبارة عن الوالدة، كانت تعطيني معنويات كثير لأنه هي بتشتغل الأزياء كانت. فنمت عندي هالموهبه وظلت ناشئه معي لحتى خلصت الدراسه، وبعدين تجسدت بالدراسه الاكاديميه مهنه تصميم الازياء. وين كانت الدراسه؟ قسم منها هي مدينتي حلب، معهد الكندي مثلا، وبعدين انتقلت لبيروت، تلمذت على ايد مصمم ازياء هونيك، وطورت الامور معي وبلش اشتغل ونشكر الله. عم نشوف يمكن اليوم بالآونة الأخيرة كل المصممين عم يتجهوا نحو فينا نقول الرسم على القماش، بتلاقي القماشة فيها تصميم أو رسم معين، هيدا الدارج هلأ والموضة. هون كيف فينا نقول أنه أنا فيني ميز تصميمي عن تصميم الآخرين؟ شو اللي بيميزه أو شو اللافت؟ يعني شو الناس حبت أكثر شيء وقالت لا عندك شيء مختلف اليوم؟ هي لمسة الذوق. لمسة الذوق دائما كل صبية أو ست بشتغلها هي دائما تلمسها هي، وبتعطيني انطباع عنها، الانطباع بيكون دائما ايجابي، فبيعطيني معنويات عاليه جدا يعني لحتى تابع وواكب اكثر ويصير عندي ابداع اكثر بشغلي. نعم. مشي عبود، يعني حكينا هيك كيف بلشت وشو اكثر شيء بتحب من التصاميم، خلينا نحكي هلا نحن وين صرنا، طموحنا تحقق على ارض الواقع. فينا نقول نشكر الله، يعني نشكر الله على نعمة الصحة قبل كل شيء، اللي هي تعطينا دائما انه الصحة هي اهم كل شيء بالحياة. بس نشكر الله، عم يعني نحس حالنا انه في هيك عم نشوف بعض التصاميم من شغلك على الشاشة. على الشاشة نعم. تفضل كفي. والشغل بده مجهود، يعني دائما ما في شيء بشغلنا ما بيتكلد المجهود، المجهود هو اساس كل شيء. صحيح. والابداع والموهبة. طيب خلينا نحكي، انت شاركت بالايفنتات، كيف كان تم التسويق اليوم اذا بدنا نقول لتصاميمك؟ لانه احيانا بتلاقي اذا ما في تسويق او يمكن فينا نقول تسويق اعلامي حتى للشخص بينظلم نوعا ما، بيكون عنده موهبه، بيكون عنده فن وابداع، واذا نقول مدينه حلب هي السباقه للفن اليوم، ودائما بتلاقي كل التفاصيل الجماليه موجوده، ابناء المحافظه عندهم فن خصوصي لهم. نعم، يعني هو الترويج اكثر شيء فادنا بموضوع الترويج هو موضوع التواصل الاجتماعي. يعني فادنا بموضوع الموديلز، طاردي الديزاين اللي بتشتغليه على الموديلز، فبيعطي انطباع حلو كثير عند الصبايا والستات نتعامل معهم. وطبعا هو الاهم شيء، اهم نقطه بالترويج هو المناسبه. المناسبه اللي احنا بنشتغلها للصبيه او الست، فهي المناسبه هي اكثر مثل كاني امتحان، فيك تعتبريها امتحان للمصمم. فوقت الصبيه بعد المناسبه بتتشكرنا على انتاجنا وانطباعها كثير رائع وجيد على شغلنا،
فهذا اكبر نجاح لنا هو واكبر طبعاً. ترويج يعني طبعا اكيد يعني الثقه المتبادله بين الطرفين والثقه الزايده بالديزاينر يمكن هي بتعطي رونق للاطلاله وبتعطي قيمه للقطعه وللتعب. خلينا نحكي بنقطه كثير هلا مننا انستغرام فيسبوك بنشوف موديل بنروح عند ديزاينر انه بدنا من هذا الموديل وكثير مننا ما بيعرف انه اليوم عندنا شح بالمواد يعني ما كثير الاقمشه كلها موجوده يمكن بعض الزخارف بعض الخرزات بعض اي شيء له علاقه بالخياط ما كثير متوافر اليوم شو هي المواد اللي نحن فينا نستبدلها بسبب نقص انواع اقمشه محدده كيف فينا نقنع الزبونه بتغيير القماش اذا بيزبط هذا الفستان ولا لا اذا بيليق على موديل وشكل الجسمه ولا لا. هو موضوع اختيار الديزاين المناسب بهالظروف يعني شوي صاير صعب بس نحن كثير عم نشتغل على هالموضوع عم نحاول نلاقي الخامه الديزاين اللي مناسب لامكانيات الزبونه الصبية او الست وبنفس الوقت يعطي الجماليه والشغل اللي بدنا اياه نحن يعني النتيجه فينا نقول النتيجه فهون عم نشتغل على خامات منتج محلي مثلا او خامات مثلا نحن بجوز اوقات ما مقتنعين فيها بس عم نشتغل عليها عم نضيف لها شك عم نضيف لها تطريز عم نضيف لها ستراس مثلا ممكن عم نشتغل على القماشه حتى تعطي النتيجه اللي بدنا اياها نحن طبعا هذا نحن بناخذ راي الزبونه بالصبيه او الست يعني بالشيء اللي عم نشتغله فعم تقتنع انه بالاضافات اللي عم نضيفها على القماشه وعلى الديزاين اللي عم نشتغل فيه فنشكر الله عم نتوفق باختياراتنا يعني عم شوف بعض التصاميم على الشاشه لحضرتك خلينا نحكي عن هي التصاميم قديش فعليا بتحتاج لجهد وقت نحن بنشوف الفستان او التصميم على الصبيه وما بنعرف قديش فعليا بيمر بمراحل من التعب والشغل المتواصل لحتى يكون حتى المصمم راضي عن ادائه بيقول لك لا ممكن لسه اعطي احلى وبنفس الوقت بيكون في تشاركيه مع الصبيه لاقدر اعكس اللي بدي اياه ولا تقدر فعليا انا كمان اكون راضي بشكل خاص هو من موضوع الوقت يعني ما في شيء ما بياخذ وقت الشغل كل ما بتعطي وقت اكثر كل ما بتعطي ابداع اكثر وكل ما بتعطي اتقان اكثر للفستان يعني مثلا للصبي اللي بنشتغله فبيعطي نتيجه احلى فالوقت فهلا عم نضطر ايام نكون فساتين الاعراس بتحتاج وقت اكثر ولا ما بتختلف حسب القطعه؟ طبعا فستان العروس هذا بالنسبه لي بحر واسع يعني هذا يعني بده كثير دراسه قديش بده شغل وشو اللي دارج هلا؟ اليوم عم نشوف يمكن في هيك اختلاف مره بنشوف في شك الاعراس اليوم طبعا بالقماش مختلفه راجع موضوع الشك بكثافه قويه وبعدين فستان العروس هلا كثير فكره الظهر المكشوف راجعه كثير بقوه يعني في عندك فتحه الصدر الفي اللي بتعطي مدى للعنق هاي كثير دارجه للعروس بتعطيها جماليه وتطلع ملكيه للعروس الاكتاف المفتوحه مثلا الكمام المنفوخه مثلا كثير هلا كثير عم يطلبوها الصبايا بالاعراس هي كانت قبل كانت شوي ديمودي هلا كثير راجعه تمام يعني عبود خلينا نحكي اول ما حكينا مع حضرتك قلت لنا انه اخذت هذا الشيء من والدتك بتحب دائما تضيف وتطبق شغلات على الثياب شايفين اليوم على السوشيال ميديا العجقه يعني فينا نقول انه نحن كثير فينا نعمل اعاده تدوير لقطع قديمه نضيفها على جينزاتنا يعني هلا عجقه وانت بتكون نمبر 1 بالازياء وبالستايلات فقديش اليوم حلو انه نكون حتى نحن عنا هي شو بيقولوا يعني انه نحن نحب نعمل اعاده تدوير من اغراضنا او مثلا نلجا مثلا لحضرتك نعطيك اغراض عنا اياها نرجع ندورها ونصممها من اول وجديد هذا الموضوع بشكل خاص هذا موسوعة لحاله يعني موضوع اعاده التدوير نحن كثير فينا نستفيد من خامات قديمه عنا اياها وهي بتعطي طله وبتعطينا نتيجه حلوه لممكن نرجوها منها بس تكون بمحلها الفكره يعني بدها خبره مثل بيقولوا ما اي واحد انه عمل عم شوف الموضه القديمه كلها عم ترجع تدريجيا يعني كل عم بيعيد نفسه هي بس دائما خطوط الموضه بتتحور جذري احيانا او اي تثبت لموسمين ثلاثه بضل هن سنة عجقه عجقه في تحول جذري بالالوان بالقصات هذا كله بيلعب دور بالشغل وبيعطي طله هلا في كثير الوان كنا ما نستسيغها ابدا والصبايا ما يستسيغوها هلا عم يطلبوها بقوه
مثلا الوان الباستيل هذيك ضلت 3 سنين محافظه حالها، الوان الباستيل كثير كانت رائعه واشتغلنا فيها كثير. هالسنه في الوان الاساسيه، هلا اللون الغاري الاخضر الغاري للسيده القويه كثير بيعطي انطباع لشخصيتها. طيب خلينا نحكي اليوم يمكن كمان بعض التفاصيل بالتصميم، فيني انا اقلب التصميم وخليه مختلف، ونحن بنعرف نوعا ما يمكن الوضع الاقتصادي صعب، فكثير الصبيه بتحاول تحافظ على اطلالتها والارتداء الازياء وتكون على الموضه، وبنفس الوقت ما يكون مكلف لها بشكل كثير كبير. في الصبيه تجي لعندك تقول انا هالقد فيني انا اعمل هالقد فستان، وفيني بنفس الوقت اعمل لها تصميم اللي بدها اياه لو كان مكلف لكن بطريقه مختلفه. تماما، يعني كثير عم نراعي هالموضوع هذا، لانه امكانيات الماديه شوي اللي عند الصبيه بتقول لك عندي مناسبه، عندها اعباء كثيره، عندها ميك اب، عندها الفستان، عندها يعني بجوز في صبايا بيعتذروا عن المناسبه كلها هذا الموضوع، بس عم نراعي هالنقطه كثير وعم ندرسها بشكل جيد، عم نعمل لها منتج يناسب امكانياتها الماديه وبنفس الوقت يرضيها ذوقيا ويطلع عليها وتاخذ انطباع جيد عن شغلنا. فنحن كثير هي المسؤوليه اللي نحن دائما نرجوها بشغلنا، انه ناخذ الانطباع الجيد بالنهايه، مو المربح المادي او استغلال للصبيه بال. انا عم نسمع ارقام خياليه اليوم، يعني كتير بتلاقي كتير ارقام غريبه. انا على الصعيد الشخصي انا كثير براعي رحماني. انا كثير براعي، وحتى مع هيسي ما صارت بشغلي كثير ناس بيقولوا لي اياها، مو انا بقول عن حالي. كثير ناس بتقول لي انه كثير بتساعدنا، يعني بتضيف من عندك شغلات ممكن تكلفنا برا اكثر. يعني انا كثير مثلا بكون بدي اعمل الفينيشينج للفستان، بطلع فيه بقول ناقصه شغله بس مثلا بسيطه، هاي الشغله ممكن انا اضيفها من عندي، بس هي تكون مكلفه، بس انا بالنسبه لي ممكن احط شغلات يعني وسط ضيفها على القطعه تعطيها روح للقطعه. لأن أنا بحس الفستان هو روح للصبية اللي بدها تلبسها. صحيح، نعم. حسيت من حكيك علاقتك بالألوان وبشخصية السيدة قديش الألوان بتلعب دور بثقتها تماما، بروحها، بطلتها حتى كمان. خلينا هيك شوي نحكي، عندك اهتمام بالألوان وبتنصح طبعاً كل حدا؟ طبعا. أنا طب أنا شو اللون بالبالي؟ أنا بستوحي أنا شو؟ أنا شو بالبالي؟ أنت الفوشيا. فوشيا لا كثير هالسنه مكتسح للبشرات الفاتحه، انا كثير براعي اللون على لون البشره. بدرس هالموضوع كثير، بعمل عليه دراسه. لانه في كثير صبايا مثلا لون بشرتها ببلق لهاللون، بس هي تتواكب الموضه بتقول لي لا انا بدي هاللون تحديدا، يعني ممكن اجيب لها درجه اغمق درجه اكشف، انصحها يعني حسب ستايل. كمان الستايل هو بيلعب دور كمان بالالوان، في الالوان الفاتحه للممتلئات ما كثير بتنال استحسان يعني، فبنختار لها لون مودرن بس بنفس الوقت يكون على اغمق شوي بحيث يلبق لجسمها. طيب لوين تطمح توصل فينا؟ طموحنا الله يعطينا الصحه والقوه نواكب بشغلنا ونضل نحن مستمرين بابداعنا وبشغلنا شاكر تشارك بمعارض خارجيه تكون على ان شاء الله، ان شاء الله تتحسن الظروف اكثر ونقدر نشارك ونواكب، لانه الخبره كثير موجوده نشكر الله. يعني وان شاء الله هيك الله ما يخجلنا بشيء ان شاء الله يا رب. نعم، يعني اكيد نتمنى لك كل التوفيق، واي حدا حابب يتواصل معك عبر صفحتك على الفيسبوك او انستغرام، خلينا نقول شو هي؟ عبود ابراهيم اغا بالعربي مكتوبه بالإنجليش. ولا بالانجلش؟ بالانجلش اكيد يعني. واي اضافات اكيد هو جاهز عبود، نحن كثير بدنا نتشكرك، ان شاء الله مشروعك يصير مشروع عالمي وتلامس العالميه بنجاحك. ميرسي كثير لك، كلك ذوق، شكرا لكم كثير، وشكرا للقناه الاخباريه على الاستضافه الكريمه.